بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الحدود، انتقل إلى كتاب الأطعمة، لأن الناس بحاجة إلى الأطعمة ومعرفة ما يحل منها وما يحرم، كما أن هناك بابا للأشربة، ما يحل منها وما يحرم إلى غير ذلك. فديننا ولله الحمد دين كامل، ما ترك شيئا إلا بينه للناس، والعلماء إنما هم يوضحون ما جاء في الكتاب والسنة، وينظمون الأبواب والمباحث للتسهيل على طلبة العلم، يسير عليهم. فالأطعمة ضرورية للناس لبقاء حياتهم من ناحية، ومن أجل التلذذ بها والتوسع بها، تفكه بها من ناحية أخرى. ولا شك أن معرفة الحلال والحرام من الأطعمة أمر عظيم مهم، لأن الذي يتناول الحرام في طعامه وشرابه لا يستجاب له دعاء، كما في الحديث الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له، وهو يتغذى بالحرام ويلبس من الحرام، فلا يستجاب له دعاء. حتى في حالة رجاء قبول الدعاء كالمسافر، وأيضا يمد يديه افتقارا إلى الله، وأيضا حالته أشعث أغبر متواضع، وأيضا يلح ويقول: يا رب يا رب. هذه كلها صفات من أسباب الإجابة، لكن مع هذا لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه يطعم الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام، فهذا أمر مهم جدا. الله جل وعلا حذرنا من أكل الحرام، وأمرنا بالاقتصار على الحلال، وفيه غنية ولله الحمد، فيه غنية عن الحرام. من هنا تتجلى أهمية معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم منها. والأطعمة جمع طعام، وهو ما يطعم من أكل أو شرب، كله يسمى أطعمة. والأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل
على تحريمه، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكل ما خلقه الله في الأرض من الأطعمة الأصل فيه الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولا يحرم شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان، لا يحرم شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان. والطيبات فيها خير، تغذي الجسم تغذية طيبة، وتعين على طاعة الله، وتسبب قبول الدعاء، إلى غير ذلك من فوائد تناول الحلال من الأطعمة والأشربة. حتى الملابس التي على الإنسان لكانت من الحرام لا يستجاب له دعاء، استعمال الحرام من جميع الوجوه حرام، استعماله حرام من جميع الوجوه. وإنما نص على الطعام والشراب لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا فلا يجوز الانتفاع بالحرام بأي وجه من الوجوه إلا في حالة الضرورة التي تتوقف حياة الإنسان على تناول ما يبقي عليه حياته، إلا ما اضطررتم إليه. الله جل وعلا أباح في حال الضرورة ما يبقي على الإنسان حياته، ولا يكون حراما في هذه الحالة، وما عداها يرجع إلى التحريم. فالأصل في الأطعمة الحلال والحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فكل طيب، كل طيب لا مضرة فيه فإنه حلال، وكل خبيث، وكل خبيث فهو حرام. كل طيب طاهر، كل طيب طاهر لا مضرة فيه فهو حلال. يخرج بالطيب الخبيث، ويحرم عليهم الخبائث، ويخرج بالطاهر النجس، النجس حرام من الطعام والشراب، ويخرج بما فيه مضرة المواد السامة المضرة التي فيها ضرر على الجسم وعلى الحياة، مثل السم والمخدرات، مسكرات وغير ذلك، هذه فيها ضرر على البدن وعلى العقل وعلى الحياة، الله حرمها على الناس. والحرام على نوعين، حرام لذاته وآثاره، لذاته وآثاره، وحرام لمكسبه كالربا والرشوة والغلول وغير ذلك، هذه أصلح حلال لكن مكسبها وطريق حصولها حرام، تحرم لأن الله نهى عنها حرمها. الحاصل أن هذا الباب باب مهم. والأطعمة تنقسم، الأطعمة المباحة تنقسم إلى قسمين، حبوب وثمار، فواكه وما تخرجه الأرض، والقسم الثاني حيوانات ولحوم. والحيوانات تنقسم إلى قسمين، برية وبحرية. فالأصل في هذا كله الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه منها. نعم. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. كل طعام طيب طاهر ليس فيه مضرة هذه الشروط إنه حلال. أما الخبيث فإنه حرام بنص القرآن، حرموا عليهم الخبائث، كذلك النجس حرام، قال في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. حرم لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس يعني نجسة،
ويكون لا مضرة فيه، يخلو من المضرة، فما يمرض أو يقتل لا يجوز تناوله من السموم وغيرها. نعم. كل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل. الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. وحرم نجس كدم. حرم نجس، هذا حرم نجس لأن خلاف الطاهر، كدم حرمت عليكم الميتة والدم، فالميتة نجسة والدم نجس، لذلك حرمه الله. وأيضا الميتة فيها مضرة صحية، والدم فيه مضرة صحية كما شخص الأطباء ذلك، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وحرم نجس كدم وميتة، وميتة ومضر كسم، ومن حيوان بر. وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم. ومضر كسم، السموم جميع أنواعها تحرم لأنها مضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. ومن حيوان بر ما يفترس بنابه. الحيوانات خلصنا من الحبوب والثمار وعرفنا القاعدة فيها لما يحل منها وما يحرم. اللحوم من الحيوانات والطيور والأسماك، هذه حلال إلا ما استثناه الشارع، فيحرم من الحيوانات البرية كل ما له ناب من السباع يفترس به، كل ذي ناب من السباع يفترس به فهو حرام لأنه من الخبائث. وكل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والصقر وغير ذلك إنه حرام أيضا، سباع الطير. وهذا في السنة، هذا جاء تحريم هذين النوعين في السنة. أما قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وكذلك ما أهل به لغير الله من ذبائح الشرك هذه حرام، ولكن هذا كان في أول الأمر لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذا في أول الأمر، والآية من سورة الأنعام وهي مكية. ثم بعد ذلك حرمت السنة كل ما له مخلب من الطير أو له ناب من السباع فيلحق بما جاء في الآية. نعم. ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب. كأسد ونمر وثعلب وغير ذلك من، والفهد وهو ما يصاد به لأنه يعني يفترس، الفهد يفترس ويصيد بنابه، هذه حرام كلها حرام بنص الحديث ما له ناب من السباع، ذلك الذئب. نعم. ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى. وابن آوى نوع من الحيوانات له صوت يصيح به كصوت الطفل، يقولون إنه يكون في النخيل في بعض البلاد، يصيد بنابه يفترس بنابه يحرم. نعم. لا وكذلك القط يفترس بنابه هو سبع
نعم. وثعلب وابن آوى لا ضبع إلا الضبع يستثنى. قالوا الضبع يستثنى من ذوات الأنياب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحله فهو حلال وإن كان يفترس بنابه. نعم. ومن طير ما يصيد بمخلب ويحرم من الأصل في الطيور الحل لا يحرم منها إلا ما يصيد بالمخلب بمخلبه الظفر اللي المخلب المراد به الظفر الذي يصيد به الطيور كالحباري وغيرها إذا أرسل عليها يخبطها بمخلبه يقتلها هذا يحرم من الطيور كالصقر والشاهين والعقاب هذه تحرم لأنها تصيد بمخالبها. نعم. ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وشاهين وغير ذلك من وكذلك يحرم من الطيور ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله ما نهى الرسول عن قتله كالهدهد والصرد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه الطيور وما نهى عنه حرم أكله وكذلك ما أمر بقتله كالغراب يحرم أيضا. نعم. وما يأكل الجيف كنسر وما ويحرم من الطيور أيضا صنف ثالث وهو ما يأكل الجيف كالنسر إن النسر ما أكله دائما من الجيف تغذى بها والجيف خبيثة أو يتغذى بالخبيث يحرم. نعم. وما يأكل الجيف كنسر ورخم رخم ورخم كنسر ورخم والرخم هو الحداء الرخم هي الحداء. نعم. وما تستخبثه العرب ذو اليسار النوع الرابع المستخبثات لأن الله حرم الخبائث ما هي الخبائث يرجع فيها إلى العرف يرجع فيها إلى العرف أما عده العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب أما عده العرب من الخبائث فإنه يحرم. نعم. وما تستخبثه العرب ذو اليسار أما ذو الفقر فلا عبرة بهم لأنهم يأكلون ما وجدوا وكانوا في الجاهلية يأكلون ما هب ودب لما سئل أحدهم ما تأكلون قال نأكل ما هب ودب إلا أم حبين ما استثنى إلا أم الحبين فهؤلاء لا عبرة بهم إنما العبرة بذوي اليسار الذين يستخبثون هذه الأشياء. نعم. وما تستخبثه العرب ذوي اليسار كوطواط وقنفذ الوطواط هو الخفاش هو الخفاش اللي يسمى عند العوام أسحى الذي يطير في الليل ويكتن في النهار هذا حرام لأنه من الخبائث. نعم. كوطواط وقنفذ ونيص وقنفذ والنيص هذا من الخبائث يحرم. نعم. وما تولد من مأكول وغيره كبغل نعم وهذا من أنواع المحرم في من الحيوانات وهو ما تولد من مأكول وغيره كالبغل البغل متولد من الحمار والحصان من الحمار والفرس الحمار ينزو على الفرس فتنجب بغلا هذا متولد من مأكول وهو الفرس وغير مأكول وهو الحمار يحرم تغليبا لجانب الحظر. نعم. وكذلك السمع والشيب يحرم لأنه متولد من الضبع ومن الذئب. نعم. ويباح حيوان بحر كله انتهينا من حيوانات البر وما يحرم منها وما عدا ذلك فهو حلال عرفنا ما يحرم من الحيوانات البرية وما يحرم
من الطيور البرية ننتقل إلى البحر. الله جل وعلا قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر هو ما يعيش في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر، كالأسماك بأنواعها والحيتان، هذا حلال. وطعامه ما مات فيه، فميتة البحر حلال. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد. نعم. ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية. سوى ضفدع، لأن الضفدع نهي عن قتله، نهي عن قتل الضفدع، والقاعدة أن ما نهي عن قتله يحرم. والتمساح لأنه سبع، لأنه يفترس، وأيضا يعيش في البر والبحر. نعم. وتمساح وحية. حية لأن الحية من الخبائث، لأن الحية من الخبائث، فتحرم ولو كانت من حيات البحر، ولكن هذه فيها نظر، حية فيها نظر، حية البحر فيها نظر. نعم. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما كان من معرفة ما يحل ويحرم من البري والبحري ومن الطعام. لو اضطر الإنسان ما معه حلال، ما معه شيء حلال، ما وجد إلا الحرام، ويخشى عليه من الموت، يباح له أن يأكل من الحرام، فيأكل من الميتة ما يبقي عليه حياته، ويأكل من الطيور ما يبقي عليه حياته ولو كانت محرمة. قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حر وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذا يسمى بالرخصة، هذه رخصة في حالة الضرورة، فيرخص للمضطر أن يأكل من الحرام، حتى مال الغير إذا لم يجد إلا مال الغير، مال الغير حرام إلا بإذنه، لكن إذا لم يجد فإنه يأكل منه ما يبقي عليه حياته لأنه مضطر. وهل أكله في هذه الحالة هل هو مباح فقط أو واجب عليه أو مستحب؟ قال: لا، واجب، واجب عليه، يجب عليه أن يأكل ما يبقي عليه حياته ولا يموت. هذا مما يدل على عظمة النفس ومحافظة عليها، محافظة على النفس، فيجب عليه إذا اضطر إلى أكل الحرام أن يأكل، ولو تركه يكون آثما، لو ترك ذلك ومات يكون آثما، لأنه ترك حلالا، لأن الله أحل له هذا الشيء في حال الضرورة، ليس حرام. ما يقول هذا حرام بتورع عنه وموت، كيفي ما علي أموت، يقول لا يجوز لك هذا، تقتل نفسك ما يجوز، وهو في هذه الحالة حلال لك وليس حراما، لأن الله أحله لك. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخبث ينتفي عنه في هذه الحالة، والضرر ينتفي عنه في هذه الحالة، الله جل وعلا يرفع ذلك عنه في حالة الضرورة. نعم. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم
إلا السم، لأن السم ما يبقي عليه حياته، السم يقتله، فلا يباح السم في حال من الأحوال لأنه معروف أنه يقتله. أما الميتة وأما الدم وأما لحم الخنزير وأما هذا يبقي عليه حياته فيباح له. نعم. ما يسد رمقه، ما يسد رمقه يعني ما يشبع، يقول ما دام انه حلال لي أبشبع، نقول لا هذه رخصة، إنما رخص لك لبقاء حياتك، فلا يجوز لك أن تتناول إلا ما يبقي عليك حياتك وليس لك الشبع. والمسألة خلافية، هل هو يشبع ولا ما يشبع، لكن هنا يقول لا ما يشبع. نعم. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر، هذه مسألة مستقلة، ضيافة واجبة بقدر ما يكفي الضيف، والضيف هو الذي ينزل بالإنسان، والذي ينزل بالإنسان وهو المسافر، المسافر. فإذا مر المسافر بأحد نازل ومعه ما يكفي في البادية أو في القرى، فإنه تجب ضيافته وحق له ذلك على المضيف يوم وليلة، هذا الواجب. والمستحب ثلاثة أيام، الضيافة فيها واجب وفيها مستحب، فالواجب هو يوم وليلة، لا يجوز له أن يتركه. وأما المستحب فهو ثلاثة أيام، ويكون هذا في مكان ليس فيه ما يباع ويشترى. أما إذا كان في المدن التي فيها مطاعم فيها فنادق فهذا لا تجب ضيافته لأنه غير محتاج. أما في القرى فيحتاج، لأن القرى ما فيها مطاعم ولا فيها فنادق، وكذلك في البر ليس هناك فنادق ولا مطاعم، فحينئذ تجب الضيافة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. فيحرم على الإنسان أنه يمتنع من إضافة الضيف يومه وليلته، هذا حق واجب عليه. وكان هذا في الجاهلية، من الخصال الطيبة التي كانت عند العرب وأقرها الإسلام، لأنها من الخصال الطيبة التي كانت عند العرب في الجاهلية فأقرها الإسلام. نعم. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر، ضيافة مسلم. أما إذا كان الضيف ما هو مسلم فلا يلزمه، هم بغى ضيفه هم امتنع، إنما الواجب ضيافة المسلم لأن المسلم له حرمة. لكن لو اضطر الكافر ورأشاه يبي يموت يجب عليه أنه ينقذه، لأنه نفس ينقذه من الهلاك، لا يتركه يموت. نعم. ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر، في قرية لا مصر، لأن المصر فيه مطاعم وفيه فنادق وفيه بيع الطعام، أيضا يجد طعاما يباع، يمكن يشري تمر، يشري شيء يأكله، فيه ضيافة، فيه مطاعم وفيه فنادق وفيه بيع طعام وشراب. نعم. يوما وليلة، هذا الواجب. نعم. قدر كفايته، قدر كفايته من طعام وشراب ومبيت في الشتاء بيته ويلحفه ويغطيه، لأن هذه ضرورة. نعم. وتسن ثلاثة أيام، والسنة أن الضيافة ثلاثة أيام.
ثلاثة أيام، هذه السنة. نعم. فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر غير لا يباح حيوان يعيش في البر. هذه الزكاة، الآن انتقل إلى الزكاة والصيد، أحكام الزكاة وأحكام الصيد، لكن المؤلف رحمه الله يحذف الأبواب والكتب ولا يتنبه الإنسان، لكن وهذا الشيء ما هو طيب، كان المفروض أنه مثل غيره يذكر الأبواب ويذكر الكتب حتى يعرف القاري. نعم. لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. من شروط حل الحيوان البري، من شروط حل الحيوان البري الزكاة، والزكاة هي تمام الشيء، تمام الشيء يقال له زكاة، فتتم حياة الحيوان بالزكاة الذي يراد أكله، فلا يأكل الميتة إذا ماتت بدون زكاة، حرام، حرم الله الميتة، ولا يأكلها بإماتتها بدون زكاة، إماتتها بدون الزكاة، كأن يضربها أو يعمل معها عمل يقتلها أو يعطيها سم أو غير ذلك، لا بد من الزكاة. لا يحل حيوان بري أو طائر إلا بالزكاة، قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، فاستثنى ما ذكي فيحل من هذه الأشياء، وما لم يذك إنه لا يحل لأنه ميتة، إلا شيء واحد من طيور البر وهو الجراد، الجراد يحل بدون زكاة، قوله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، الجراد يوكل بدون زكاة من البر، والسمك يوكل بدون زكاة من البحر. نعم. وشروطها أربعة. الزكاة عرفنا حكمها، عرفنا حكم الزكاة، وهي إزهاق روح الحيوان أو الطير الذي يراد أكله بشروط أربعة، بشروط أربعة، إذا توفرت الزكاة صحيحة وتحل الذبيحة، وإن اختل شرط منها لم تحل الذبيحة، تنبهوا لها. نعم. وشروطها أربعة: كون ذابح عاقلا مميزا، كون ذابح له نية، كون الذابح له نية وهو العاقل الكبير، أما الكبير الذي لا يعقل زكاته غير صحيحة، أنه ليس له نية ولا قصد، وكذلك الصغير الذي دون التمييز لا تحل زكاته لأنه ليس له نية تحل الذبيحة، أما إذا كان مميزا تحل زكاته لأن له نية قصد، هذا واحد. نعم. كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا، ولو كتابيا، ولو كتابيا، لأن الله أباح أكل ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم ذبائحهم بالإجماع، لأن غير الذبائح كالحبوب والثمار والفواكه هذه توكل من أي كافر ومن أي مسلم، إنما المراد بطعامهم الذبائح، وما عدا أهل الكتاب من سائر الكفرة لا تحل ذبائحهم. نعم. والآلة، وهي لماذا أهل الكتاب تحل ذبائحهم دون غيرهم من الكفار؟ لأن عندهم كتابا من الله سبحانه وتعالى، وفيه الأحكام، أحكام الزكاة
وهم يعرفون ويذكون بموجبها، هم يذكون زكاة شرعية، ما يريدون أكله يذكونه زكاة شرعية، فالله أباح ذبائحهم لأنهم أهل علم وأهل معرفة بالزكاة، فلذلك أباح الله ذبائحهم، بخلاف الكفرة والمشركين فهم لا يعرفون ولا ولو عرفوا ما تحل ذبائحهم لأنهم نجس، ذبيحة المشرك حرام. نعم. والآلة وهي الشرط الثاني، عرفنا الشرط الأول أهلية الذابح، الشرط الأول أهلية الذابح بأن يكون مميزا عاقلا، سواء كان مسلما أو كتابيا، هذا الشرط الأول. نعم. والآلة وهي الشرط الثاني، الآلة التي يذبح بها، ما كل آلة تصلح للزكاة، لا بد أن تكون الآلة حادة تقتل بحدها لا بثقلها، فإن التي تقتل بثقلها ترض الذبيحة هذه وقيذة، هذه موقوذة ولا تحل، لا بد أن تجرح، تكون الآلة تجرح ذبيحة لا تقتل بثقلها أو عرضها، هذه الآلة، وأن تكون غير سن وغير ظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا سوى أو ما عدا السن والظهر، ولو ذبح بظهر لم تحل الذبيحة، ولو ذبح بسن لم تحل الذبيحة. قالوا والعظم، السائر العظام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأحدثكم عن ذلك، أما الظهر فمدى الحبشة، مدى الحبشة النصارى، ونحن نهينا عن التشبه بهم، وأما السن فعظم، فدل على أن سائر العظام لا يذكى بها وإن كانت حادة، فلا يذكى بالعظام وإن كانت تجرح، إن كانت حادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها، وكذلك الظهر ولو كان حادا ويقطع سواء من الإنسان أو غيره فإنه لا يذكى به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناه. نعم. وهي كل محدد يخرج المثقل. نعم. وهي كل محدد غير سن وظفر، غير سن وظهر، وإن كان السن والظهر محددين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الزكاة بهما. نعم. وقطع حلقوم ومريء، أن يقطع المريء والحلقوم، المريء مجرى الطعام، والحلقوم مجرى النفس، وكذلك يقطع الوديجين أو أحدهما، والوديجان عرقان في جانبي العنق يجري منهما الدم، الوديجان، فلا بد أن يقطع، إن قطع الأربعة كلها فهذا أكمل، كالمري والحلقوم والوديجين، وإن قطع ثلاثة منها كفى هذا، قطع ثلاثة منها، المري، الحلقوم، أحد الوديجين، أو الوديجين وأحد المري أو الحلقوم، يكفي هذا. نعم. والحكمة في قطع الوديجين أو أحدهما أنه يشخب الدم المحرم الذي فيه الخبيث، يشخب وتطهر الذبيحة منه، ولذلك حرمت الميتة لأن دمها محتبس فيها، بخلاف المذكات فإن دمها يشخب مع الأوداج ولا يبقى إلا شيء في اللحم فلا يضر. نعم.
وقطع حلقوم ومريء، وسن قطع الوديجين. قطع حلقوم ومريء وسن قطع الوديجين جميعا وإلا واحد منهما. نعم. وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتردد يكفي جرحه أو يكفي جرحه. ما عجز عنه من الحيوانات البرية، عجز عن إدراكه وتذكيته في مكان الذكاة، فإن ذكاته جرحه في أي مكان من جسده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في النواد من الإبل التي تهرب، إذا هربت وأرسل عليها قذيفة أو رصاص أو حجر أو حجر حاد أصابها وجرحها وماتت تكون حلالا فيها، هذه زكاتها. أو المتردي في بئر ولا يقدرون عليه، إلى جرح ومات بالجرح يكون هذا إباحته، لأن هذا هو ما يقدر عليه. نعم. وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش، يعني متوحش ما هو بوحش من الأصل، هو حيوان أهلي لكن توحش بمعنى أنه ند وهرب ولم يقدر على إمساكه، تذكيته أن يصاب في أي موضع من جسمه ويموت بذلك، يكون هذه ذكاة، لأن ذكاة ضرورية هذه ما يقدر على أكثر منها. نعم. لأنه ند بعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوه ولم يقدروا على حبسه، فرماه رجل بسهم أحبسه، قال صلى الله عليه وسلم ما ند من هذه البهائم فافعلوا به هكذا. نعم. ومتوحش ومتردد يكفي جرحه حيث كان. نعم. فإن أعانه جرحه في حيث كان في أي بنية، لا بد أن يكون بنية، بنية الذكاة كما سبق. نعم. يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. إلا إذا كان هذا الحيوان الذي لم يقدر على ذكاته في محل الذكاة، إذا اجتمع فيه سببان في موته، ما يدرى هل موته بسبب الإصابة أو موته بسبب آخر، فهذا يترك ولا يؤكل، كما لو رمى حيوانا واقعا في بئر رأسه في الماء مات الحيوان، لكن ما يدرى هل موته بالضربة أو بالغرق، هذا لا يؤكل، لأنه لا يتيقن أنه مات بالجرح، فلا يؤكل هذا تغليبا لجانب الحظر. أو لو وقع في نار مثلا أو وقع في حفرة ومات، ما يدرى هل هو مات من الإصابة أو مات من الحفرة، هذا لا يؤكل، ما دام تنازعه سببان مبيح وحاضر إنه يقدم الحاضر. نعم. فإن أعانه غيره ككون رأسه، أعانه غيره من الأسباب، أعان الإصابة غيرها من الأسباب في موت الحيوان، فإنه لا يؤكل تغليبا لجانب الحظر. نعم. فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. نعم. وقول بسم الله، هذا الشرط الرابع وهو الأخير، أن يقول الذابح عند إجراء السكين يقول بسم الله، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من التسمية على الذبيحة. نعم. وقوله بسم الله عند تحريك يده. نعم، ما يقول بسم الله قبل بساعة ولا نصف ساعة ولا يكتب على الستين بسم الله، أو يكتب على الكيس ذبح على الطريقة الشرعية، هذا كله خرافات ولا يوكل، حتى يكون التسمية على إجراء السكين على حلق الذبيحة. نعم.
قال تعالى ولا تأكلوا مما لم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فلا يجوز أكل الذبيحة التي تعمد ترك التسمية عليها أما لو نسيها فإنها تحل لو تركها نسيانا فإنها تحل لأن التسمية في نية المسلم ولو نسيها فإنها تحل ذبيحته نعم وقوله بسم الله عند تحريك يده نعم وتسقط سهوا لا جهلا تسقط نسيانا وسهوا نسيان السهو هو النسيان لا جهلا إذا كان يجهل أن التسمية شرط تركها لأنه ما درى أنها شرط ما تحل الذبيحة الجهل لا يسقط الواجب نعم وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه إذا ذبحت ناقة أو شاة أوجد في بطنها جنين متكامل ميت بسبب ذكاة أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له فيحل بذلك نعم لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه نعم وإن أدرك حيا فلا بد من تذكيته نعم وكرهت بآلة كالة يكره الذبح بآلة كالة لأنها تعذب الحيوان قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته نعم وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذكن ويكره أن يشحذ السكين عند الحيوانات التي يريد ذبحها لأنها تعرف هذا تتعذب به فلا يشحذها عند الحيوان بل لا يظهر السكين يخفيها عنها لأن هذا يعذبها وهي تدرك هذا نعم ودين الإسلام دين الرحمة دين الإحسان نعم وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ويكره كسر عنقها بعد التذكية وبعض الناس يصير عجل يكسر عنقها تموت على طول هذا تعذيب لها وكذلك يبدأ سلخ جلدها وهي ترفس ما يجوز هذا يعني تعذيب لها ينتظر حتى تموت نعم وكسر العنق هذا يسمونها الخنع خنع الذبيحة ما يجوز هذا نعم ونفخ لحم لبيع ويكره نفخ لحم لبيع أو يعني نفخه بالماء إدخال الماء في الحيوان حتى يكون له منظر أو له ما يجوز هذا غش ما يجوز نفخه ولا حقنه بالماء لأجل يغر الناس أنه كبير وأنه ما يجوز هذا غش وخيانة نعم وأظن بعض الجزارين يعمل هذا الآن أظنهم يعملون هذا يغشون الناس هذا حرام نعم وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر يسن أن يوجه الحيوان عند ذبحه إلى القبلة لأنها قبلة المسلمين والذبح عبادة تكون إلى القبلة ويضجعها على جانبها يضجعها على جانبها الأيسر لأجل أن تكون السكين بيده اليمنى نعم ونعم وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر على شق الحيوان الأيسر لأن هذا أيسر على الذابح نعم ورفق به وسن رفق به ما تجره جر مثل ما يفعل بعض قساة القلوب يجر الحيوان للذبح
ويعمل معه أعمال بشعة، ما يجوز هذا، لأنه حيوان له حرمة ويتألم. عليك بالرحمة، وإن كنت تريد ذبحه ترحمه. نعم. وتكبير ورفق به وتكبير. تكبير يعني مع التسمية يقول الله أكبر، فقوله بسم الله هذا واجب، وقول الله أكبر هذا سنة، لتكبروا الله على ما هداكم. وأذكر اسم الله عليها صواف. نعم. فصل. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، هل هذا ينطبق على أهل من أكل الحرام كالمرابي الذي يأكل الربا وأهله لا يعلمون؟ ألا ينطبق؟ تقول هل ينطبق هذا على أهل من أكل الحرام كالمرابي الذي يأكل الربا وأهله لا يعلمون؟ إذا كانوا لا يعلمون هم غير مؤاخذين، ويكون الإثم عليه هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وغذي بالحرام، وكيف تضبط غذي؟ غذي بالحرام تغذية، ما تعرفون التغذية؟ يجعل الحرام له غذاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم محرم لنجاسته. نعم. الدم محرم لنجاسته، فهل الإنسان إذا ابتلع الدم وهو صائم يفطر بذلك؟ الدم حرم لخبثه، الدم حرم لخبثه، ولأنه مضر صحيا، فيه مكروبات كما يقول الأطباء، هو حرم لخبثه ومضرته للجسم ولنجاسته، على القول بنجاسة الدم، فهو حرم لعدة أمور. نعم. فهل يقول سلمك الله، الدم محرم لنجاسته، فهل الإنسان إذا ابتلع الدم وهو صائم يفطر بذلك؟ إذا ابتلع الدم ناسيا أو جاهلا لا يؤثر على صيامه، تلو أكل أو شرب ناسيا لا يؤثر هذا على صيامه. نعم. أما إذا تعمد ابتلاع شيء، الدم غيره، إذا تعمد ابتلاع شيء وهو صائم يبطل صيامه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اختلط مال حلال بنسبة 80% ومال حرام بنسبة 20%، فبما يحكم على هذا المال؟ وهل يدخل من أكله في من لا تستجاب دعوته؟ إذا كان يغلب عليه الحرام يتجنبه، لأن الحكم للغالب، يتجنبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم الذي يخرج من أنف الإنسان أو جراحه هل يعتبر نجسا يجب غسله، أم هذا خاص بالدم المسفوح؟ الدم المسفوح لا شك فيه، وأما الدم غير المسفوح إذا كان من حيوان أو من إنسان فهو نجس أيضا، فهو نجس. أما الدم الذي يتبقى في لحم المذبوح، في لحم المذكات، الدم المتبقي في لحم المذكات، هذا يعفى عنه ولا ينجس الثوب إذا أصابه. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، وإذا كان الدم نجسا وغسل الدم من الثوب لكن بقي شيء من اللون، فهل يعفى عنه؟ إذا عجز عن إزالته يعفى عنه، إذا عجز عن إزالته يعفى عنه، أما إذا كان يمكن إزالته فيجب عليه ذلك، لأن بقاء اللون دليل على بقاء الدم. نعم. بقاء لون النجاسة دليل على بقائها، إلا إذا عجز غسله وغسله ولم يزل، هذا معجوز عنه فيعفى عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المنتجات الطبية وغيرها يوجد عليها صور نساء متبرجات وعاريات الصدر والساق ونحو ذلك، وإذا أنكرت على البائع عرضها للبيع قال، استدل بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فهل يصح استشهاده بهذا؟ لا، هذا ما هو بضرورة، ما هو بضرورة أنك تبيعها، بيع غيرها مما ليس عليه صور ولا
شيء ممنوع. نعم. يقول: وهل يجوز بيع مثل هذه المنتجات؟ الله كونه يتجنبها ويبيع شيء ما عليه الصور، أنا أشك أنه أبرأ لذمته، أبرأ لذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تناول الأطعمة التي يظن فيها المضرة لكنها غير متيقنة كالمشروبات الغازية ونحوها؟ هذه ما لا مانع من تناولها، لكن يتركها من ناحية صحية لا من ناحية تحريمية، يتركها من الناحية الصحية، لأنها يقولون تضر الإنسان، يتركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللحوم المستوردة التي لا ندري هل ذبحت على الشريعة الإسلامية أم لا، ما حكم أكلها؟ اتركها، كل مما تعلم أنه مذبوح أو يغلب على ظنك أنه على الطريقة الإسلامية، وما تشك فيه اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وله بديل والحمد لله، له بديل ليس فيه شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يكون الطعام الطاهر الحلال، أحيانا يكون الطعام الطاهر الحلال مضرا لبعض الناس بسبب المرض كالطعام الحالي لمن هو مصاب بالسكر، هل إذا تناوله هذا المريض يكون آثما لأن فيه مضرة عليه؟ نعم، إذا علم أن فيه مضرة عليه أو حذره الطبيب فلا يجوز له تناوله، تجنبه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الضبع، هل هو حلال؟ عن إيش؟ عن الضبع، حيوان الضبع، هل هو حلال أكله؟ ولماذا استثني من السباع؟ استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث قوي، هو من الحلال، هو من الحلال، وأما ما السبب الله أعلم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان يحل أكله فهل كل لحمه حلال أم أجزاء منه مستثنات؟ من اللي يستثني شيء أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يستثنى شيء إلا بدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدويبة الصغيرة التي تكون في بعض التمور، هل يجوز أكلها مع التمر أم أنها مستخبثة؟ لا تتعمد أكلها، أخرجها، إذا أكلتها وأنت ما دريت أي خالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفهد إذا تم تدريبه على الصيد يجوز أن يؤكل صيده؟ بلا شك، هو من الجوارح، ومن الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، واذكروا اسم الله عليه، اذكروا اسم الله عند إرساله وإطلاقه على الصيد، تذكر اسم الله ويحل ما أصابه ومات بسبب إصابته له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأسماك يتغذى على الجيف، فهل يكون حلال، فهل يكون أكله حلال؟ لا، إذا كان يتغذى على الجيف لا يحل، لأنه يصبح من الخبائث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل الوبر وهو أشبه بالأرنب؟ الوبر وهو أشبه بالأرنب لا بأس به، لأنه يتغذى بالعشب والأشياء طيبة، وهو من المباحات. نعم. ويقول: وما حكم أكل الأخطبوط الذي يكون في البحر؟ إيش؟ الأخطبوط. يقول: ما أعرف الأخطبوط، لكن ما يعيش في البحر أحل لكم صيد البحر، ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال دون استثناء على الصحيح، وأما ما يعيش في البر والبحر فهذا يغلب جانب الحظر. نعم. فلا يحل إلا بذكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لحوم هذه الحيوانات حلال؟ حمار الوحش المخطط و... وش اللي يحرمه؟ يعني الخطوط تحرمه؟ هذا من الصيد حلال. نعم. بل المخطط أجمل وأحسن. نعم. والفيل؟ الفيل لا، الفيل من الخبائث. نعم. والورل؟ ها؟
الورر يقول أو الورر الورر ها؟ لا هذا حرام ما يجوز، هذا من الخبائث، وأيضا هو يفترس. نعم. والضب؟ الضب طيب من الطيبات، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وقال هو لم يأكله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعتد أكله وليس بأرض قومه. إلى حرام هو؟ قال لا، ولكني أجدني أعافه، هو حلال. نعم، لأنه يتغذى بالأعشاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة وخاصة أنها لا تؤكل إلا بعد فترة؟ لا يجوز تغذية الحيوانات بالنجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وهي التي تأكل العذرة حتى تحبس وتدعم الطائر، نهى عن ألبانها، أن تشرب ألبانها حتى تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر. لا يجوز تعليف الحيوان بالنجاسات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم طبخ الجراد حياً بالنار؟ لأنه أشكل علينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. هذا مستثنى، هذا مستثنى، مستثنى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يمكن التمكن منه إلا بذلك، إلا بالنار. تذبح كل جرادة تمسكها وتذبحها؟ ما يمكن هذا كثير. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استثنى بعض الفقهاء نصارى بني تغلب، فما وجه هذا الاستثناء وما الراجح فيه؟ يقولون لأنهم ليس أصلهم نصارى لكنهم متنصرون، وهذا على القول بأن النصارى من كان أصلا منهم أبوه وأمه نصارى، ولكن هذا القول ضعيف. النصارى كل من تدين بدين النصارى سواء كان من أصله أو ليس أصله ذلك، من تدين بدين النصارى فهو نصراني، تدين بدين اليهود فهو يهودي. نعم. ولا علينا من أبوه وأمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الضيف الذي يخشى منه كالذي يأتي مثلا في آخر الليل، فهل تجب ضيافته إذا لم يجد شيئا أو أحدا يضيفه؟ الذي يخشى منه، إيش يخشى منه؟ إذا خشيت منه اتركه، إذا خشيت منه أنه ما هو بضيف وإنما يريد الاحتيال للهجوم عليك اتركه، تحصن منه. نعم. ويقول الضيف الذي يكون في المدينة وليس معه شيء، فهل تجب ضيافته؟ هذا تصدق عليه، لو ما هو بضيف عندك إذا شفته محتاج تصدق عليه بما يأكله ويشربه أو يلبسه، من باب الصدقة أو من باب الضيافة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لحم وحيد القرن هل يجوز أكله؟ والله ما أعرفه. ما ولحم القرد؟ ها؟ لحم القرد، قرد خبيث من الخبائث. نعم. ولحم القط يقول؟ القط سبع يفترس الدجاج ويفترس الطيور، هو سبع يفترس بنا به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا غلب على الظن أن الذي يذبح في المسلخ لا يصلي أو عنده شرك أكبر، فهل يجوز أكل؟ إذا عرفت هذا أو غلب على ظنك فلا تأكل من ذبحه، ويجب أن تبلغ عنه، يجب أن تبلغ عنه المسلمين، استبدلوه بغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبيحة السكران على اعتبار أنه لا قصد له؟ ما تحل، لأنه ما هو بعاقل. يقول لك يشترط فيها أن يكون الذابح عاقلا، وهذا السكران غير عاقل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على الذبائح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا يقوله الله، ولا تأكلوا مما، ما هو النبي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وش يدريك أن النصارى ما يذكرون اسم الله؟ إيش اللي يدراك عن هذا؟ الله أباح لنا هذا، ذبائح أهل الكتاب دل على أنهم يذكرون اسم الله عليه، لكن إذا ذبحوا باسم المسيح فلا يجوز هذا،
ما يجوز إذا ذبحوا باسم المسيح، لأن هذا الشرك، وما أهل به لغير الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا الأولاد في البلد يصطادون الطيور بما يسمى بالنباطة أو النبالة، فهل يجوز أكلها؟ لا، إذا ماتت بإصابة الحصات لا تؤكل، لأن هذه وقيد، هذا من الموقوذة، فإن أدركتها وهي حية وذكيتها فهي حلال، أما إذا ماتت بالإصابة فهي حرام لأنها موقوذة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصيد بالرصاص للحمام وغيره من الطيور، الرصاص ينفذ، الرصاص محدد ينفذ، ما هو مثل الحصات، فهو ينفذ بالجسم ويهرق الدم. نعم، فهو حلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمك القرش يفترس بنابه، فهل يكون محرما كالتمساح؟ لا، ما هو محرم، لأن الله أباح صيد البحر مطلقا، قالوا حتى القرش، نصوا عليه، قالوا حتى القرش لعموم الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المجاعة عامة في بلد فهل يجوز الأكل من المحرم حتى الشبع، أم يقتصر على ما يسد الرمق؟ إذا كان إيش؟ إذا كانت المجاعة عامة في بلد فهل يجوز الأكل من المحرم حتى الشبع، أم يقتصر على ما يسد الرمق فقط؟ يقتصر على الضرورة فقط، على ما يزيل الضرورة، يقتصر على ما يزيل الضرورة، هذا هو الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذبائح التي تأتي من بلاد أهل الكتاب كالدجاج اليوم، هل لابد من التأكد من حالة الذابح أم يجوز أكلها على الأصل؟ تجنبها لا شك أنه أحوط، وهذه مسألة طال البحث فيها وأشكلت، واقترح هيئة كبار العلماء إيجاد شركات للدجاج في البلاد وإنتاج البلاد، وقالوا تذبح، تنتج في البلاد وتذبح، هذا هو الذي توصلوا إليه، وهذا موجود ولله الحمد، الذبح البلدي كثير والدجاج البلدي كثير، يغنيكم عن المستورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للدجاج الذي يذبح بكميات كبيرة، يعلق على سير كهربائي ويمر بآلة حادة تقطع عنقه، فهل هذه الطريقة شرعية؟ لا، هو لهم إجراءات بالماء الحار، ويضربونها أيضا بالمدوخة اللي دوخه، ولهم إجراءات سيئة مع الطيور ومع الحيوانات، فلا شك أن تجنب مثل هذا أنه أحوط للمسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ضرب طيرا برصاصة وهو في السماء ثم سقط في حوض ماء، هل يؤكل أم لا؟ لا، هذا محتمل أنه مات بالغرق أو مات بالإصابة فلا يؤكل. نعم. ويقول، وإذا ضرب الطير برصاصة فسقط من علو، فهل يكون مباحا أم لا؟ إذا وقع على المرتفع ثم سقط من المرتفع لا يؤكل، أما إذا سقط من الهواء على طول ولا هناك سبب آخر يحتمل موته فإنه حلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل السمك والجراد إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب كالبوذيين وغيرهم سواء في مطاعمهم؟ هل إيش؟ هل يجوز أكل السمك والجراد إذا صاده وطبخه غير أهل الكتاب؟ لا بأس بذلك، ما هو ينظر إلى الطابخ أو لا بأس بذلك، هذا حلال من الأصل، والطبخ لا يحرمه. نعم، ما ينظر إلى الطابخ. نعم. مثل لو طبخ لك رز، هندوسي طبخ لك رز، تتعافى تقول حرام؟ لا، هذا حلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه التفريق بين سقوط التسمية بالنسيان وعدم سقوطها بالجهل؟ النسيان يأتي على كل أحد، أما الجهل يزول بالتعلم، يزول بالتعلم، أما النسيان يأتي حتى على العالم وعلى كل أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل أشدف أي يذبح بيده اليسرى
فهل يسن له أن يجعل الذبيحة على شقها الأيمن لأنه نعم نعم لا بس هم ما قالوا يصير على اليسرى إلا لأنه أيسر على الذابح، إذا كان الأيسر له أن يجعلها على اليمين يفعل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبائح الدروز والبوذية وغيرهم؟ كل من يشرك بالله أو عنده ناقض من نواقض الإسلام فإنه لا تحل ذبيحته من أي الفرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البلد الذي انتشرت فيه عبادة القبور وشاعت، هل الأصل في ذبائح أهلها الحل علما بأنهم يصلون ويصومون ويحجون؟ إذا كان الغالب عليها أنها بلاد مسلمين يعمل بالغالب، يعمل بالغائل ولا نفتش عن الأمور. نعم. ويقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يلزم عند شراء أي ذبيحة، نعم، هل يلزم عند شراء الذبيحة من الملحمة أو من أي محل في مدينة الرياض، هل يلزم السؤال عن مصدرها إذا شك في طريقة ذبحها؟ ما يذبح في بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل ولا تسأل، أحسن الظن، ما ذبح في بلاد المسلمين وبيع في بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل ولا تسأل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص إذا توضأ لا يخلع الشماغ ويمسح جانبي الرأس ولا يأتي على مقدم الرأس ومؤخره ويظن أن هذا كاف، وهو على هذا الحال قرابة 3 سنوات، فهل فعله صحيح وماذا عليه؟ لا يمسح كامل الرأس، والشماغ ما هو ضروري، واخر الشماغ ويمسح كامل الرأس وما مضى يعفو الله عنه. في من العلماء من يقول يكفي بعض الرأس، ولكن الصحيح أنه لابد من مسح الرأس كله، إذا كان ما درى عن هذا فيما مضى يعفو الله عنه، لكن في المستقبل استكمل جميع الرأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته؟ جائزته سئل عنها قال يومه وليلته، هذه جائزته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من علم أن ماله حرام وقد بنى مسجدا، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان له مال حلال وحرام فإنه يصلى في المسجد، لأنه ما تعين أن هذا المسجد من الحرام، ويوكل طعامه أيضا لأنه ما تعين أنه من الحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل إنسان حيوانا لا يجوز قتله فهل يحل أكله بعد القتل؟ قتل أو ذبح أو ذكى، ما يحل أكله بالقتل إلا إذا بالذكاة، إذا كان بالذكاة الشرعية، هذا إن كان متعدى ومغصوب لا يحل، لأن صاحبه لم تطب نفسه به، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل إذا أقيم حد القصاص على القاتل ينجو من هذا الوعيد أم يكون ما زال تحته؟ الله أعلم. ابن القيم رحمه الله ذكر في الجواب الكافي أن القتل العمد العدوان يتعلق به 3 حقوق، حق لله تعالى، وحق لأولياء القتيل، وحق للقتيل نفسه، فأما حق الله فيسقط بالتوبة يقول، وأما حق الأولياء فيسقط بالعفو أو بالقصاص، وأما حق القتيل فيبقى عليه، يبقى عليه، والله أعلم ماذا يكون عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر في درس الحدود الأسبوع الماضي أن التائب من الحد قبل القدرة عليه لا يقام عليه الحد، والسؤال حفظكم الله، إذا سرق الإنسان مالا ثم تاب قبل القدرة عليه فهل يطالب برد المال؟ لابد من رد المال، رد المال لابد منه، مال المخلوق لابد من رده عليها واستباحته منه ولو أقيم عليه الحد، لابد، لأن حق المخلوق لا يسقط،
فلا بد من إعادة المال إلى صاحبه إلا إذا سمح به. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا اغتصب امرأة بكرا ثم تاب قبل القبض عليه، فهل يطالب بدية البكارة وإذهابها، أم أن هذه الأمور تدخل في التوبة؟ اتركوا عن هذه المسائل البعيدة، ويطالب بأرش البكارة وهو زاني. من يثبت أنه هو هذه امرأة زانية؟ يمكن جاية غيره، يمكن. اتركوها بس لا تفصلون فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأمور الذي فيها نظر هل يكون تركها أولى حتى يتبين للشخص القول الراجح في ذلك؟ إذا تردد الإنسان، إن كان جاهلا يسأل، وإن كان عالما متمكنا ولكن ما تبين له الأمر، فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر.